وكانت الجالية المصرية بالولايات المتحدة قد استقبلت الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى مقر إقامته بواشنطن بترحيب كثيف وحاشد. ورفع المئات من المصريين القادمين من نيويورك ونيوجيرسي وفيرجينيا وبنسلفانيا وبوسطن وولايات أخرى لافتات ترحيب بالرئيس السيسي، ورفعوا الأعلام المصرية وصور الرئيس السيسي، ورددوا شعارات وعبارات وطنية تعكس حبهم لمصر وللرئيس السيسي ودعمهم له. Thank you.